صباح الخير. اليوم رح يكون تركيزنا على عضلات المعدة والبطن. رح نستعمل الميديسن بول أو الفتنس بول، واللي ما عنده إياها بالبيت رح تكون ماندي عم تعطيكم خيار تاني نفس الحركات بس رح نعملها على الأرض أو على المتلة. أوكي صبايا، منبلش فورم أب. مارش محلنا. اوكي رح نبلش نعلي ركبتنا لفوق مع بعض قد ما فينا، ننزل عكسنا عند الركبة لنحرك عضلات البطن. اوكي رح نبرم شوي على طرف، نحرك خصرنا. اوكي رح نبلش ماندي بليز على الارض. اوكي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 more 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي رح نستعمل دمبلز او الاوزان، واذا ما كانوا موجودين عندكم بالبيت فيكم تستعملوا قنينتين مي. نبلش مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كمان ما بنوقف 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي هلا رح نعمل مد ايدنا على طرف قد ما فينا، نرجع لثاني طرف ونرجع. اوكي مع بعض 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي قد ما فينا منعلي كتافنا، علي كتافك لفوق، نشد الضلوع نفس التمرين. اوكي اكيد الخيار الاسهل بس نكون عم نعمل حركات على الارض. اوكي صبايا اوكي رح ننزل على الارض. مندي فيكي ما تبلى الطابة تعملي نفس التمارين معنا. اوكي منبلش مع بعض، ظهرنا على الارض قد ما فينا، اخر ظهرنا ثابت على الارض ومنساعد حالنا بايدينا، نثبت حالنا على الارض بايدينا. منبلش 1 2 3 4 5
7 8 9 10 رح نحس بعضلات بطننا عم تشتغل عم بتشد 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي رح نثبت الطابع على الارض رح يكونوا اجرينا زاويه قائمه فيكي مندي تعمليهم زاويه قائمه منبلش مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 اوكي نرجع نلقط الطابة هالمرة رح نثني ركبنا نجيبهم لعنا نرجع بنمدهم اوكي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي رح نريح شوي نشرب مي بليز رح نرتاح 20 ثانية اوكي نرجع نكمل اوكي رح نضل ثابتين على الارض ايد بعكس الاجر يعني إذا عم نعلي إجرنا اليمين رح نعلي إيدنا اليسار مع بعض 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 7 6 5 4 3 2 نبدل ايدنا اليمين مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 اوكي صبايا رح نستعمل وزن رح نعلي ايدينا ورا راسنا قد ما فينا منبلش 1 رح نعلي كتافنا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كمان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 رح نبدل مع بعض ما رح نوقف 2 3 4
5 6 7 8 9 10 آخر 10 يلا مع بعض 2 3 4 5 6 7 8 9 10 برافو. اوكي هالمرة رح نحط ايدينا تحت راسنا قد ما فينا نفتحهم نطلع لفوق رح نترك مسافة بين رقبتنا وصدرنا ما نشد على راسنا كتير لحتى ما نأذي رقبتنا ونبلش مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يلا كمان 10 ما رح نوقف 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي فينا نريح شوي ظهرنا نشد ركابنا لعنا قد ما فينا نريح نتنفس ما ننسى النفس اكيد رح نثبت ظهرنا على الارض نحط ايدينا تحت اخر ظهرنا او تحت المؤخرة رح نعمل حركة اوكي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 فينا نرد لورا رجوع 2 بالعكس 3 4 5 6 7 8 9 10 يلا آخر 10 قربنا نخلص 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي نرجع نريح ناخد نفس نريح عضلات ظهرنا قد ما شدينا ركبنا نعمل ستريتشينج نريح عضلات الظهر اوكي رح نقلب على بطننا رح نحط عكسنا على الارض رح نعمل رح يكون جسمنا جالس قد ما فينا شادين بعض بطننا بلعين بطننا لجوا ظهرنا جالس عم نطلع لتحت فينا نقرب ونرجع رجوع اوكي اوكي رح نريح نعمل ستريتشينج بعد مرة كمان مرة رح ناخد نفس مرة كمان منعلي ستريتشينج نشد لفوق طلوع قد ما فينا اوكي
بليز اذا كنتوا بتعانوا من اي مشاكل صحيه بالقلب او بالمفاصل استشيروا طبيبكم قبل ما تبلشوا باي تمارين رياضيه. بشوفكم بكره.